عدنان السفياني عنده واحد الميزه خاصه به، هو انه يقولون بانه كاين واحد التجديد في الموسيقى الاندلسيه، بحيث دات واحد تجربه حاليا حول توظيف الالات للموسيقى النحاسيه في موسيقانا الاندلسيه. الات نحاسيه يعني الات غربيه، ساكسفون، ترومبيت، تجربة إلا بغيتي تدخل هذه التجربة خصك تكون عندك واحد جوج الحوايج، تكون عندك الجرأة والمغامرة. يعني خصك تكون جريء وغتقبل النقد، لأنه أنت مشتي في واحد التراث اللي عنده سبعة ديال القرون مشتي فيه. غتلقى كاين واحد النظريه كلاسيكيه كيقولوا بانه الموسيقى الاندلسيه كيقولوا محطه نقد بالنسبه لواحد الفئه معينه، الشيوخ والاعلام. محطه نقد، ما جاتكش مؤاخذات من عند هاد الناس وهاد الشيوخ اللي هضرتي عليهم وهاد الشانجمون اللي درتي؟ كاينه محطه ترحيب واحد الفئه على خير. كيما قال الاخ مشكور على هذا السؤال هذا، لقيت واحد النقد من واحد الفئه معينه، ومن الناس الشيوخ والاعلام والباحثين كيقول لك يعني خط حمر انك تجدد في الموسيقى في التراث الاندلسي. انا كنظن ما معنى التجديد؟ التجديد هو اصلاح ما افسد الزمن، مع الحفاظ على الهويه بطبيعه الحال، مع الحفاظ على الهويه والمغربه. ناخذ مثلا الاصوات اللي كتكون في المدينه القديمه، الى رشاو واش نخليهم هكا كيترموا كذلك كحنا كنحاولوا نحببوا الشباب ونستقطبوا واحد العدد كثير. اقول لك شيء، انا الموسيقى الاندلسيه اللي درت لها الالات النحاسيه درتها للقاعده، لان كاين النخبه في الموسيقى الاندلسيه والقاعده اكثر من النخبه في المغرب. الى خديتي القاعده تمثل تقريبا واحد 90% ديال المغرب. انا بغيت نحبب هذه الشريحه ديال 90%، بغيت نحبب لهم الموسيقى الاندلسيه. نعم، بحال هذا مقرطاس الموسيقى الاندلسيه، يعني كلشي تذوقها. استاذه، والجميل هو انه حببوا واحد المجموعه ديال الشباب. واللي عجبني الجميل اللي اثر في نفسي هو انه الجاليه المغربيه